واحد آمين. نكمل السلسلة بتاعتنا روحانية التسبحة. اتكلمنا المرة اللي فاتت وقفنا عند يعني ملخص كده، نقول ان ما فيش عبادة حقيقية، المسيحية الحقيقية محورها العبادة، وما فيش مسيحية حقيقية من غير عبادة حقيقية، والعبادة الحقيقية ما تنفعش من غير نعمة، لازم نستنى النعمة ونعبد بالروح، وما فيش نعمة من غير ما يبقى بتوصلنا للمجد. فيقول كم أمر موسى تعملوا كده ليتراءى لكم مجد الله. فهدف العبادة هو رؤية مجد ربنا، ولما نشوف مجد ربنا نتغير نبقى على صورته. شفنا محطات التسبحة، فيها 8 محطات، بس ايه التاني محطات هنقسمها لثلاث محطات كبار يعني. طيب ناخد دي الاول وبعد كده نخش على الثلاث محطات. دي حتى كده من حد من الاباء كان بيقول على الاسخاتولوجية الكنيسة، يعني الاسخاتولوجية كلمة يعني ايه البعد الاخروي للكنيسة، البعد اللي هو الابدي بتاع الملكوتي للكنيسة، الكنيسة اللي هي احنا يعني. بيقول ان الكنيسة بقبولها الروح القدس بقى فيها طبيعتين، احنا فينا طبيعتين، طبيعة اللي هي الزمنية، وطبيعة تانية اسخاتولوجية او اخروية. ده عمل الروح القدس فينا، يعني بيصبح الهدف بتاعنا بتاع حياتنا كله متمحور، واعمالنا واهتماماتنا متجهة للسماء، متجهة لفوق مش ناحية العالم والزمن، ولا نرجو شيء على الأرض، بل رجائنا كله مرتبط بالحياة الأبدية مع ربنا. فالمقاييس بتاعتنا بتبقى مختلفة، المقاييس بيبقى مش بمقدار بقى ايه القوة والباور يعني والفلوس والاتساع، ها دي مش مقاييس الكنيسة، لكن المقاييس بتاعة الطبيعة الجديدة ديت هو بمقدار ما بنحصله من استعلانات أسرار الملكوت. ده كده يا سلام، كنيسة فيها استعلان لأسرار الملكوت وعايشة الحياة الأبدية على الأرض. فده كده ايه، تقول كل ما اتعمقت أكتر في الملكوت كل ما الكنيسة دي ايه كنيسة حية، كل ما احنا نتعمق في أسرار الملكوت وشركة الحياة الأبدية طول ما احنا ايه بنبقى أحياء في الكنيسة. عشان كده في عبور بيحصل من الحياة الزمنية للحياة الايه الأبدية الأخروية، لازم العبور ده يحصل، وده اللي بناخده في المعمودية وده اللي هنشوفه في الهوس الأول. فالكنيسة يعني بتدوق الحياة الأبدية هنا على الأرض، وده يوم ما بتكلم على روحانية التسبحة يعني روحانية الدوائان بتاع السماء على الأرض. فبنقول كده ان الكنيسة بتعبر عن طبيعتها ديت وبحلول الروح القدس فيها في التسبحة وفي الترانيم وفي البهجة والفرحة اللي جوه الكنيسة. ده تعبير عن ان احنا عايشين ازاي في السماء، وبدأنا الملكوت، رحلة الملكوت هنا على الأرض. فيقول لك احنا كأننا بنعيش على حافة، يعني خلاص كده ايه ما وصلناش لسه، بس على الحافة خالص للحياة الأبدية. وعشان كده الكنيسة ما عندهاش شعور بالحرمان للأبدية، للحياة الأبدية، يعني لأن هي عايشة المسيح المقام، فازاي تبقى محرومة؟ منفعش يبقى في حرمان. فعلى وزن ايه نقول كده منتظرين ولكن غير محرومين، زي ما في بولس في كورنثوس الثانية
بيقولوا احنا لينا كنز في أواني خزفية، مضطهدين لكن غير مطروقين، متحيرين ولكن غير يائسين. فنقول برضو احنا ايه؟ منتظرين، ننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي، منتظرين الحياة الأبدية ولكن غير محرومين من ايه؟ من الحياة الأبدية. فمحطات التسبيحة الثلاثة الكبار انه في البداية خالص هي الأجبية وقوموا يا بني النور، دي فيها الاستعداد زي ما تكلمنا المرة اللي فاتت، ان في استعداد بالروح، استعداد للنعمة، ننتظر النعمة. وبعد كده المرحلة اللي بعدها في بقى حرب جديدة قايمة، وبعد كده التالت مرحلة اللي هي تذوق السكنة في الراحة، ونتكلم دي المرة الجاية على الراحة. فأول مرحلة ده ترخيص برضو المرة اللي فاتت، كنا بنتكلم على الاستعداد بالنعمة وبالروح. دي مفاتيح يعني ايه، احنا ما مسكناش النص كده، ما فيش وقت ان احنا ناخد النص كلمة كلمة، بس بناخد مفاتيح. فنبدأ ان احنا بنصلي الأجبية والانتنسينو قوم وبني النور، نبدأ نشوف المفاتيح دي تورينا، ربنا يكشف لنا واحنا بنصلي كل مرة كنز جديد. زي ما كنا نقول ان بيبقى التسبيحة جديدة كل مرة، يعني هي نفس الكلام وهو نفس القداس نفس التسبيحة، لكن كل مرة لها نعمتها ولها بركة بتاعتها. البلو برينت بتاعها يعني المخطط بتاعها هو ان احنا بنستعد بالروح القدس في الأجبية وفي قوم وبني النور بالإيمان، ان نقرب لربنا ازاي، نخش نشوف مجده بإيمان وتواضع، ده البلو برينت. فالتسبيحة بقى تساعدنا في قوموا يا بني النور، ففيها إيمان لكي ينعم لنا بخلاص نفوسنا، ونقول اشتاقت نفسي، ها اشتهت نفسي وصاياك، ونقول ضللت مثل الخروف فيها تواضع، ها ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك لوصاياك لم أنسى. فتلاقوا كده الايه في الكلام الكنيسه حطاه لنا في المرحله ديت الستيج الاولانيه في فيها البلو برينت دهوت. وبعدين بنخش في يعني مش هينفع نخش في النص، احنا دخلنا في اتكلمنا في الحاجات دي المره اللي فاتت، في كتير قوي الكلام عن المجد، حتى المرد بتاع تنسينو يقول ايه المجد لك يا محب البشر، ففي المجد مستنيين انتظار المجد. وفي في آخر قوم يا بني النور في بتاع 1 2 3 4 5 6 بتكلموا عن المجد، آخر 6 تربع تكلموا عن المجد للآب، المجد للآب والابن، المجد يا محب البشر، المجد لك أيها الوحيد، ها لأن احنا بنجهز نفسنا علشان ايه نشوف المجد. وبعد كده بيقول يا رب افتح شفتي لأن احنا محتاجين نعمة، فده الاستعداد للتسبحة بوجود النعمة تلم ذهننا وتدينا ان احنا ايه نعرف نخش فعلا للانر سيركل اللي اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت. الانر سيركل بتاعت ربنا دي اللي هو فيها مش اي حد يخش فيها، هو بي الله بعض الناس كده ان هو يخشوا في الانر سيركل بتاعته ان هو يوري لهم مجده. الستيج التانية دي كان فيها النهاردة شوية اللي هي الحرب وسر النصرة في الحرب ديت. حرب مع الشيطان، حرب مع الذات، حرب مع العالم. هو قال لنا كده في الخروج 33 لما بيقول هيبقى فيه ايه أجيز كل جهودتي أمامك قدامك، هو المجد بتاعي. فديت في التسبيحة في الحتة ديت نبص على صفات الثالوث المعلنة لنا، تلاقي الرب هو مكسر الحروب، مش كده؟ نلاقي بكثرة مجدك وقف الماء، وكثرة الماء وبروح غضبك وقف الماء وكسرتهم، يعني ايه بنلاقي فيه كده اعلانات حلوة واحنا بنقرأ نشوف ازاي ايه دي المفاتيح، بس لكن ربنا يورينا ويعلن لنا صفاته اللي هي أجوز كل جهودتي قدامك. والحرب ديت اساسي جدا فيها ان احنا نفهم ان الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. دي في خروج 14 اللي قبلها على طول قبل خروج 15 اللي هو الاول اتكلم معاهم وهم كانوا خايفين جدا ومرعوبين جدا من البحر قصادهم والجيش بتاع فرعون وراهم، فكانوا مرعوبين قوي. فقال لهم شوفوا خلاص الرب ليكم النهارده، الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون.
في ثلاث حاجات في الحرب عايزين نفهمها كويس قوي بقى. أول، لما الشعب كان طالع من مصر وربنا كان ممكن يعديهم، ولما نقرأ كده في النص بتاع سفر الخروج يقولنا ربنا أخدهم كده إيه قاصد يزنقهم قدام البحر الأحمر، يعني ما كانش كده إيه، يعني في حتة ممكن يعدوا منها، لكن هو راح قال لهم لا روحوا في الحتة الفلانية قدام الحتة قدام المصفاة مش عارف إيه، الحتة دي أنا عايزكم تبقوا فيها وهقصي فرعون عشان يطلع وراكم. فكلها بلاند يعني. فربنا كان عايزهم في بداية الرحلة خالص يروحوا ويتزنقوا الزنقة دي لهدف عند. فكان قدامهم ثلاث مشاكل في نفس الوقت، قدامهم البحر، وقدامهم فرعون ومركباته من ورا، وقدامهم قلب خايف لسه مش فاهم حاجة وما جربش ربنا وخايف جدا. البحر الأحمر ده ظروف مستحيلة ربنا بيحطها قصادنا في بداية حياتنا مع ربنا، وكل ما عاوز ينقلنا لعبور جديد ها تلاقي فيه ظروف مستحيلة وملناش ذنب فيها، ربنا اللي حطتها. وفي فرعون الشيطان ومركباته الخطايا اللي بتحاربنا، وفي قلبنا طبيعتنا الفسدانة، الإنسان العتيق اللي جوانا ده المفهوش ما يقدرش مش قادر يؤمن بربنا وخايف. فدول ثلاث حاجات في الحرب مهمين جدا لازم ايه نشوف ربنا بيعمل معهم ايه. فهو بيقول اجيز كل جهدتي قدامك، فدايما لما يبقى فيه ايه حرب في حلول، هو بيزنقنا كده ويحطها قدامنا عشان ايه عنده خطة يقدر يطلعنا بيها. فراح في العناية الالهية والقوة الالهية اللي بيحطها قدامنا، في السحاب اللي حطيتها عمود سحاب هو اللي جه ونزل بينه وبين بين الإسرائيليين والمصريين الجيش فرعون، وفي موسى والعصايا اللي مع موسى، شفاعة موسى كانت قوية جدا ساندتهم جامد جدا مش كده. ف ونبص في الـ في الـ في الـ في البحر الأحمر ده، هوت كنيسة تقول لنا هو رمز المعمودية بتاعتنا، وفي عبور بيحصل. والمعمودية دي هنفهم فيها شوية ان المعمودية ازاي ان هي عبور للانفصال من العالم، انفصال تام عن العالم، هذه المعمودية. نحن بقى اولاد ربنا، كنا اولاد ابليس اولاد العالم، لكن بالمعمودية بنبقى أولاد الله، فبيبقى في انفصال تام من عن العالم. وفي تحذير من بولس بيقوله لنا في كورنثوس الأولى أصحاح 10، بيقول إيه، إني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا أن أبائنا جميعهم كانوا تحت السحاب، وجميعهم اجتازوا في البحر، وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة والبحر، وجميعهم أكلوا طعاما واحدا روحيا، وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا، لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تبعتهم، والصخرة كانت المسيح. لكن بأكثرهم لم يسر الله لأنهم طرحوا في القفر، وهذه الأمور حدثت مثالا لنا. هذه الأمور حدثت إيه؟ مثالا لنا. يعني ال- 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 الخطة ديت بتتكرر مع كل واحد فينا، خطة العبور دي. فهو إيه البحر الأحمر في حياتنا؟ تلاقي أول واحد ما يحب كده يبقى يمشي مع ربنا ويبقى كده همته كده واشتياقاته حلوة مع ربنا، يبص يلاقي إيه في مشاكل بدأت على طول، وفي عبور لازم يحصل، بتبقى ظروف صعبة ممكن تقاش مننا من عند ربنا. يعني البحر الأحمر ده ما هما ما عندهمش ذنب فيه، دول ماشوا وراء موسى، ربنا قال لهم اخرجوا خرجوا، قال له يعني عايزهم يخرجوا ليعبدوني، في حتى برضو عن العبادة، هم رايحين يعبدوا ربنا بس في حاجة موقفاهم مش عارفين يعبدوا ربنا. ممكن يكون ظروف مرضية، ظروف في البيت، ظروف في الشغل، ظروف في البلد، ظروف حاجات فوق الطاقة، يعني في جزء كده الواحد يعني في العلاقات، في العلاقات الأسرية
او في 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 شغلانه في البيزنس في بيبقى في كده ظروف ربنا حطها وحطتها بهدف علشان الانسان ينفصل تماما عن العالم ويتعلم ازاي يجوز في الماء والنار. يقول جوزنا في الماء والنار واخرجتنا الى الراحه. تشوف الراحه دي لسه المرحله اللي بعدها، لكن في الماء والنار الاول. وبعدين نبص بقى انه في سفر الرؤيا في حاجه عجيبه جدا شبه بالظبط اللي حصل في خروج 15، في رؤيا 15 نلاقي بيقول ايه، يقول رايته كبحر من زجاج مختلط بنار. هنا الماء والنار اهو. رأيته كبحر من زجاج مختلط بنار، والغالبين على الوحش وصورته وعلى سماته وعدد اسمه. وعلى فكرة عدد اسمه برضو فيها حاجات سرية كده في الإنجيل اللي هو 660 احنا عارفين، وفي خروج 15 يقول انه جمع 600 مركبة على فرعون، برضو رقم 600 قريب كده. واقفين على البحر الزجاجي معهم قيصرات الله. بس شوفوا المنظر، منظر بتاع الرؤية ومنظر بتاع خروج 15 ورؤية 15. يقول وهم يرتلون ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخروف قائلين عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب إله القادر على كل شيء، عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين. ففي لابد من العبور، ها، وزي ما قلنا احنا الكنيسة بتاعتنا أخروية إسخاتولوجية. يعني ايه؟ يعني احنا بندوق الرؤية دي والسماء هنا على الأرض. يعني الآباء يقولوا لنا حاجة، لو احنا ما دقناش السماء على الأرض لما نيجي نخلع الجسد هنلاقي نفسنا ايه، مش عارفين، غربة، مش عارفين ندوق السماء، ما ينفعش نخش. عشان نعرف نخش السماء أصلا لازم نبقى عايشينها، لازم نبقى منفصلين عن العالم تماما. عبرنا، دخلنا سينا، سينا دي فيها مراحل، يعني فيها شغل تاني لغايه لما نخش الراح. بس لازم العبور ده، الانفصال عن العالم، لازم يبقى قوي جدا وواضح جدا 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 في اولاد ربنا. لازم اولاد ربنا، ما ينفعش اولاد العالم. ولازم ان احنا علشان نعرف نقف في سفر الرؤيا ديت احنا هنقف كده، هنقف على في بحر من زجاج مختلط بنار، واحنا الغالبين على الوحش وصورته وسمته وعدد اسمه، واقفين على البحر ده ومعانا القيصارات ونرتم ترنيمة موسى. طب لو احنا كنيسة اسخاتولوجية ولو احنا كنيسة لازم نعيش الأبدية هنا على الأرض، نعمل ايه؟ يقول لك الكنيسة تقول لك ايه، طيب خلاص كل يوم تقولوا خروج 15 تعملوا تسبيحة موسى. ليه؟ لان احنا هنعيش السماء على الأرض، هنسبح وهنعيش العبور بتاعنا، ونحن اتولدنا من ربنا وبقينا اولاد ربنا واتفصلنا عن العالم. ها، لكي تعلموا برضو في خروج 11 قبل في الضربه الاخيره خالص بيقول لكي تعلموا ان الرب يميز بين المصريين والاسرائيليين. ربنا بيفرق، بيميز وبيفصل. هدف النار بتاعت البحر الاحمر دي انه يفصلنا انفصال تام عن العالم. والانفصال ده ما بيحصلش غير بظروف خارجة جدا عن إرادتنا ملناش ذنب فيها، ونلتجئ للعبادة والرب يدافع عنكم يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. فيبقى ملناش غير العبادة وملناش غير الحضور قدام الله، وربنا إيه؟ يشق البحر ويرمي الشيطان جوه البحر كمان، مش يشقه بس. فلازم يحصل في حياتنا عشان نعرف نمشي مع ربنا، لازم يحصل عبور من الحياة الزمنية الأرضية للحياة السماوية الأخروية. لازم ده يحصل. وكل يعني في مفهوم ممكن يبقى خاطئ شوية ان احنا سر المعمودية يبقى مكتوم جوانا و نفتكر ان اي حد اتعمد يخش السماء اوتوماتيكلي. ده مش مظبوط. يعني ممكن ناس كتير قوي متعمده، القليلون الذين يخلصون، قليلون الذين يجدون الباب الضيق. فاحنا اخذنا الانسان الجديد صغير قوي ما يقدرش لسه يخش السماء. لازم
نعدي نجوز الماء والنار وندخل الراحة. لازم نعدي العبور من الحياة الزمنية، لازم أولاد ربنا بالحقيقة. فسر النصرة في الحرب إن احنا نبدأ نعيش الملكوت هنا على الأرض، وتسبحة موسى هنا على الأرض، ونعيشها تاني فين؟ متكاملة في السماء. لينا الكنز في أوان خزفية، ولكن مش محرومين من السماء، لكن منتظرين للسماء بالإيمان وبالمعونة بتاعة النعمة، إن هي تحارب عننا وإحنا نصمت. إحنا نسبح، شغلتنا إن إحنا نقعد نسبح ربنا ونخش قدام مجده وهو يحارب عننا ونحن نصمت. وده اللي بناخده في المرحلة دي دايما في التسبح. وعشان كده نقدر نفهم إن معمودية الروح والنار دي هي الانفصال التام عن العالم. وعشان كده الانفصال ده قلنا مش بيحصل غير بالنار، معمودية النار. عشان كده يوحنا قال أنا بعمدكم بمية، لكن يجي بعد اللي هيعمدكم بالروح القدس والإيه؟ والنار. ولقينا البحر زجاجي مخلوط بنار. ها؟ وبعدين بيقول احسبوا كل فرح يا إخواتي عندما تقعون في تجارب متنوعة. ليه؟ لأن دي المعمودية بالنار. حد يزعل من المعمودية؟ حد يتضايق؟ لكن بنبدأ نبص على التجارب المتنوعة دي إن هي عبور لمرحلة جديدة مع ربنا. اللي عايز يعبر لمرحلة جديدة مع ربنا يتوقع تجارب ونار. ما بتحصلش غير بكده، ما عندوش أداة تانية. الصليب، كنيسة تسمية الأباء يقول لنا الصليب، أو يبقى فيه صليب فيه قيامة على طول. الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. يعني آخر حاجة عشان ما فيش وقت، لو عشان ننفصل تماما عن العالم، لما الواحد بيخلع الجسد بيلاقي البحر ده اللي هيعديه. لو احنا في التسبح على طول بنصلي وعشنا السماء من دلوقتي، العدو يبقى مخزي جدا وقت الخروج من الجسد، وما يقدرش يقول بقى اني اسرع وادرك وقسم الغنائم واشبع نفسي واقتل بسيفي وتتسلط. يعني مفاتيح كده، واحنا بنقرأ النص بعد كده نبص نلاقي ازاي ربنا بيجيز جوده قدامنا في التسبحة، ويجيز صفاته اللي هو يحارب عنا واحنا نصمت. فالسر العبور هو طاعة ربنا والوصية، طاعة ربنا وقت النار، وقت التجربة. ولربنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.